السلام عليكم متتبعي امين الشاو. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد، ماشي جبت لكم انا، شاركت معكم اليوم غدايه، الغدا ديالي ديال نهار السبت. درت الحوت السنور في الفران، درته مع خضيره وقدمته مع سلطه بارده وسلطه كتكون صوتي. تبعوا معايا اعزائي المشاهدين الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجة ممتعة. هنا على بركة الله غادي نبداو التسجيل ديال الفيديو ديالنا. اول حاجة كما شفتوا هنايا عندنا واحد الكيلو ديال الحوت السنور، السنور ها هو نقيتو قديتو غسلتو مزيان، كيلو ديال الحوت السنور. غادي نشرملو اولا هنا كما شفتوا راني حاطه العطريه ديالي. اول حاجه الحامض، غادي نعصر عليه الحامض. من بعد عندي مليحه، كاس ديال الملح، والملح راه كتبقى مسألة ديال الأذواق. عندي هنا كمون، كندير القياس، ما نغلبش الكمون باش ما يحيد فيا لوغو ديال هاد الحوت. التحميرة ديالي كندير القياس ديال التحميرة، الحوت كيبغي التحميرة. هنا عندي درت الكمون، عندي سكنجبير كندير واحد شويه تاني، قياس كلشي كيعرف يشرب من الحوت. كانت عندي ديك الشرنوله ديال الحوت هي كتساعدني، متوفراش عندي. الخرقوم حتى هو يبزار، عندنا بعض الفصوص ديال الثوم هما غادي نحكم. الحوت كيبغي الثوم، عندي قزبر ومعدنوس كيف ما حطيتوش غادي نجبدو من الثلاجة ونصوبه وديره في ميكو. نزيد راه كيبغي الحوت القزبر والمعدنوس، انا كنبغي التومة. بقى لي هنا زويته بلديه، غادي نخلط هاد المكونات مزيان بيديا حتى يتشرملو، نحطهم على جنب باش ندوزو نوجدو لاطا. انا شرملتو دابا كيما شفتو هنا، ها هو دخلت فيه هاديك لاصوص، حاولت ندخلها فيه. بالنسبة لهادو تيكونو هكا، تندير عليهم غير من الجناب، كنحاول ندخل في هاد الفجوة اللي كاينة هنا، كندخل هذا لاصوص. كنحط هاد الحوت ديالي على جنب، هنا كنوجد اللاطا اللي غادي ندخل للفران. كنهز الموس كيساعدني على التقطاع، كنبدا نقطع الفلافل. كيما شفتو هنا عندي فلفله خضراء، فلفله حمراء وطماطم، وهما غادي ندير طبقات ديال الفلفله خضراء هي الاولى، وندير الفلفله الحمراء، وندير الطماطم، نتلاقاو باش نكملو الطاوة.
هنا من بعد ما قطعت مطيشه والفلفله الخضراء والحمراء درتهم هكا بشكل دائري وزعتهم على اللاطه مزيان بحال هكا وزعتهم. دابا غادي نشد هذوك الطروفه ديال الحوت انا من بعد ما وزعتهم هاد لاصوص اللي بقات ليا هنايا في هاد البانيو شديت هنا واحد مطيشه ولا جوج يكونوا حمرين فيهم الماء ها هما حكيتهم غادي نخويهم في هذيك الشرموله اللي بقات ليا في داك البانيو نزيد عليهم واحد شويه مازال ديال نص وشويه العطريه باش تكون عندي لاصوص متوفره. شفت انا جبتو من الثلاجه انا دابا قرعتو هنا ندير هادي الجنب نزيد واحد شويه ديال التحميره والخرقوم نزيدو حتى هما واحد شويه الكمون باش لاصوص يكون فيها داك المذاق اللي تيكون في الشرموليك الحوت نيشان عندي واحد شويه الماء هنا في هاد الحامضه حتى هو نعسو صافي. دابا غادي نشد هاد الخليط غادي نخلطو مزيان يمكن حتى هدا هو لاصوص اللي غيطيب فيه هاد الحوت كنبقى ندير ليه بحال هكا نحطو فوق العطر ماشي فوق الحوت فوق زعما الخضرة نحاول بلا منحطو فوق الحوت باش الحوت يبقى محتفظ بديك الشرمولة ديالو مليش مليح كنخدم بيدي لعزيز عليا نخدم بيدي عزيز عليا نشرمل هاد اللحوم كلها سواء ديال الحوت ديال الجبن ديال اللحم ديال البكري ولا الغنمي اللحوم الحمراء كنشرمل كلشي بيديا صافي صافي واحد شويه د الماء غير شويه شلات بيه داك البانيو كنزيد شرائح هكا ديال الفلفله حمراء حتى هي كنزيد هانتوما شوفوا لاطا ديالي كتجي كنزيد شرائح ديال الفلفله حمراء بحال هكا ولا رونديلات ولا كيما بغيتو مكترش صافي عندي حامضه والزيتون هي حامضة ديالي مقطعه حتى هي صغيرات هكا دو كندير دوك الرونديلات ديالي ديال الحامض حتى هما بحال هكا. دابا غنجبد الزيتون كنت كنفضل لو كان عندي الزيتون مقطع دوائر ساعة ما متوفرش عندي غير الزيتون مشرمل هداك الزيتون بحال ديال مسلالة اللي كنصاوبو في الدار غادي نوضعو تا هو ونضيف الزيت المائدة ديالي اللي متوفرة عندو الفلفلة حارة يديرها اللي متوفرش عندو بلاش أنا ممتوفرش عندي كندير كميانين ديال الزيت البلدية كنطيب أنا غير بزيت البلدية بزاف كيما كتليكم ندير الزيتون وندخل لاطا ديالي في الفران كل واحد على حساب الطياب ديالو ديال الفران
انا هنا غادي ندير 180 درجه، ندير البريز 180 درجه، ندخلها ندير الزيتون وندخلها ونطلقها. بالنسبه لداكشي اللي غنرافق مع هذاك الطبق، هنايا شديت واحد ثلاثه ديال البطاطات كبار من حجم كبير، سلقتهم ديجا وجدتهم، سلقتهم وقطعتهم على الطريفات وسلقتهم. كنشد شويه ديال البصله مشلضه بحال هكا، كندير البصله كات ديال ليا، كندير شويه ديال البصله مشلضه بحال هكا، وشويه ديال قزبر معدنوس حتى هما، صافي نديرهم في هاد السوبيره هادي باش ندير لهم لاصوص ديالهم ونوجدهم نحطهم. ها هما دا خلطتهم هنا، ها هما ندير شويه الكمون، ندير فيهم شويه الكمون، قياس ديال الكمون، شويه المليحه بحال شكل شلاضه، شويه الملحه وزويته مزديه بطبيعه الحال. ندير قياس يعني عادي يجيني في هاد الشلاضه القياس ديال الزويته بلديه، صافي كنخدمو بحال هكا، كيخلطو راسهم راسهم بلي بلا والو. صافي ها هي نحطها على جنب. عندي هنا واحد جوج حبات ديال الجزر، حتى هما نجرتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا بحال شكل اوفال. وهنا واحد جوج قرعات خضرين حتى هما، ها هما حتى هما غادي نسوطيهم في الزيت بلديه مع شويه ديال الثومه قزبر معدنوس، ونحط لهم شويه ديال الثومه. كتجي هاد الخضرة مصوطية في الزيت، التومة وقزبر معدنوس رائعة. صافي كنديرها هنا، ندير لها تيشي القزبر والمعدنوس، وندير لها شي الكمون ومليحة، ونديرها في مقيلة ونصوطيها بالزويتة بلدية قزبر معدنوس. صافي غندير لها نديرها في مقله ونصوطيها في الزويته البلديه ملي غتوجد حتى هي نحطها على جنب. هنا عندي واحد شويه الباربه سلقتها وقطعتها على هذا الشكل، حاولوا ما تسلقوهاش بزاف، هي راه كاين اللي كياكلها خضراء، المهم ما كتكونش هاريه كما تنقولوا، كتكون باقا شويه شاده في راسها. هي كنحطها كنحك عليها واحد الثومه، كندير عليها حتى هي شويه القزبر معدنوس، شويه وشويه البصله مشلضه، شويه بصله مشلضه مكترش فيها، شويه قزبر معدنوس، حتى هي شويه مليحه، شويه الزويته بلديه، شويه الخل وكنحطها. غادي من موراها غادي نصاوب شلاضه عاديه، شلاضه ديال المطيشه والخيار والفلفله والبصله، حتى هي غادي نحطها وان شاء الله بالما يطيب الحوت ديالنا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. الحوت ديالي من بعد ما خرجته من الفران حطيته في هذا التبصيل، قدمته مع شويه ديال الفلفله حمراء ولا الهريسه كما تنقولوا، درتها في هاد الحويمضه، شويه الفلفله حاره خضراء. بالنسبه للشلاضه دريسيت على هذا الشكل هذا، هذه اللي مصوطيه باربا شلاضه عاديه. كنتمنى ان هذه
الأكلة تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم كما العادة أعزائي المشاهدين. ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، ولا عجبكم الفيديو كتبوا لنا شي كومنتير يكون زوين فضلا وليس أمرا. وشكرا لكم على استتباعكم لقناتنا. تلقاو فيديو آخر بحول الله. فرجة ممتعة.